هو الزليج المغربي ما كاينش اللي غادي يحيدو لنا. اللي قال شي يجي، اللي عنده شي صانع ولا جوج غير صانع حتى يخدم الزليج على برا. انا كنعرف داكشي، انا مشيت لتونس وشت داكشي كله، وكنت انا عضو في واحد الجمعيه الدوليه ديال الفنانين المعاصرين في الموزايك. كل عامين تنمشيو للدوله على حسابي وتنستافد منهم، واستفدت منهم بزاف ديال الحوايج. ودابا انا راه عندي 28 لوحه ديال الفن التشكيلي منزله هذه 22 عام ولا تنجمع فيها. انا هما الاولى كنجيو ندافعوا على اي حاجه، كندافعوا على الصناعه ديالنا وعلى الموروث الحضاري ديالنا. تبارك الله عليهم الدراري دابا قاريين. اما حنايا حنا كتشوف فينا، انا خرجت من الشهاده، ولكن انا خرجني عمي. علاش خرجني من المدرسه؟ لان مشى عند الوالد الله يرحمه قال له اخاي انا السعيد غادي تخليه لي، لانه شفت فيه واحد شي بركه بوحدها. والشباب بغيتي خصهم يفتحوا لهم المجال بعدا. انا قلت لك يديروا لهم الارضيه بعدا، هاد المعلمين اللي مازالين يحتفظوا عليهم. دابا المعلمين راهم قلال، وهاد الشباب اللي طلع تبارك الله راه قادر باش يعلم وباش يدير وباش يعمل. وتعلموا نص النهار ديال القرايه اللي تيقراو، ونص النهار يمشيو في الورشات في الورقه، ويومين وثلاث ايام في هاد الورشه. هاد المساجد اللي كيتسبناو دابا واحد العدد ديال المساجد، يمشيو في داك المسجد، يعطونا داك المسجد ونخدمهم نصوب لهم داك المسجد. انا غير هادوك داك الشباب، هادوك واحد العدد ديال الشباب نجمعوهم نخدمو تمايا ونطيحو عليهم رخيص، غير يعاونونا ويعاونو هاد الشباب.